والله أنا زرت أهل المغرب، عندهم أكلة اسمها الرفيسة العمية. شو اسمها؟ الرفيسة العمية. لا حول ولا قوة. سموها العمية وتجيك السبب ليش رفيسة وعمية. وعمية أسلم. الرفيسة هذه وش هي؟ طبعا هو مثل المطازيز عندنا، لكن وش هو؟ وأساسه وش هو؟ الآن هم يأكلون مع بعض، يجلسون على سفرة واحدة، سواء 15 أو 20 على سفرة واحدة، فطبعا يأكلون خبز مع الإدام وكذا، فتبقى بقايا من الخبز لا يمكن أن ترمى، يجمعونه ويحطونه في الفريزر. الله، هذا الواجب. نهاية الأسبوع يزينون أكلها اللي هي اسمها الرفيسة العمية. يا سلام. هذا الخبز يخرجونه من الفريزر ويحطونه على قدر بخاري، يلين على البخار، ويسوون مرقة مخلوطة بالعدس والحلبة وكذا حاجات يعني صحية ومميزة، ويكبونها عليها ويأكلونها. سميت عمية لأنه ما فيها لا دجاج ولا لحم. أها. وتصير عندهم أكل سبحان الله اسمها الرفيسة العمية، لكن فيها سبحان الله حفاظ على النعمة ولا يرمى أي شيء. وهذه ترى كانت موجودة عندنا احنا أهل المدينة، معروف عندنا يسمونها مرقة الهوى، عبارة عن بقايا وعبارة عن أحيانا طماط وماء وبصل وملح وفقط. وهذه المفروض الآن المفروض أنها يعني تعمل بها عند النساء ويحافظ، هي من محافظة على النعمة، والحمد لله نعمة عظيمة علينا. يا رب لك الحمد. وما ويتأسف قلبك لما ترى هذا الرز واللحم مرمي في الشوارع. أي والله، والله يندى لها الجبين. وأيضا ينبغي أن يطبق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال طعامنا طعام الواحد يأكله الاثنين، والاثنين أربعة. والله جربناها أحيانا، الأهل يقولون كم عدد الضيف الضيوف، أقول لهم أربعة، يقولون أجل جيب أربعة دجاج، ما يحتاج، ترى دجاجتين تكفي. صحيح. الرز مثلا بدل أربعة أشخاص حط شخصين، والله إنه يأكلون ويشبعون ويبقى. وكم من جربنا هذا الشيء، لأن سبحان الله الجمع الجماعة على الأكل سبحان الله يبارك في الأكل كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا ينبغي نطبقها فعليا في حياتنا. أحيانا بعض النساء يقول لك والله أربع أشخاص أجيبي لها أربع كاسات، أربع كاسات ترى بعد النفش يزود. الله، لكن لو خلوها كاستين ما يمكن، ما يمكن سبحان الله. مجربة والله، حتى لو حطيت مثلا بعض أصحاب البيوت ما يحط مثل رز فقط، يحط معه إدام، لأنه تشبع العين، إذا شبعت العين شبع البطن، فكثرة الأنواع أحيانا تشبع قبل ما صح تصل لل صح. ما في أجمل ترى على فكرة من تقليل الأنواع. صدقت. والتركيز على الجميل فيها. صحيح. ترى خلي برجع ل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.